الله يسلمك. بس السادة هم زعلانين، وأنا أعتقد اتصلت بيك وقلت لك حقاته حقاتهم خمسة اللي هم جو الخراب الأكبر وحوالنا بين حسن الله عوضك بدون رجوع لا للسادة ولا للغرير ولا القفاجة ولا أي شيء قسمي ما حد علم هذا الموضوع وعليه هذه عليها حشم يا سيدنا الحسن. نعم نعم سيدنا نعم حشمها نص دية تحلى الدية الشرعية 12 و 36 بل وهاي 36 فيصير الحكي 19 إلى 100 كل تفضلت به شيء مقبول وحق وأنتم كاملون أمر ولكن يا سيدنا الكريم الإنسان إلا الله من خلقه صار خطأ وصحيح فنرجو أنه التسامح من الخطأ فهسا أنت من طلبت هذا المطلب أنا أقول لك بيني ما بين الله إحنا هذا الحادث متأثرين به كل والجميع إحنا منه نظل ندافع بس حجاني لا لا ما ندافع واللجنة علي لا لا ما ندافع وإنما إنه أريد أريد يعني أعتقد هاي إحنا دائما هي مشاكل هي 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 هم المتكلمة هي هي الظاهرة هاي أبد أنا ما استسيقها يعني أنا أشوف الدفاع عن الجاني أكثر من اللجنة علي يعني السيد تفضل وحضرتك شوف انا هاي انا هسه لحد الان ما دافع دون جهه بس اعتذر من عندكم لانه انتم انا وارق انتم التقصير اللي صار من جن من عندنا جانبكم انا وارجه واضح عندي انتم ما قصرتوا سام اولا ملتزمين وثانيا قدرتوا من يوم الاول من جهتكم واحترمتوا الموقف واحترمتوا اسم بني حسن واحترمتوا اسم الساده اللي والشيوخ